أعلنت دبي للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة A20 Investment للاستثمار الزراعي، ومقرها أبو ظبي تهدف إلى استصلاح 3750 هكتارا من الأراضي الزراعية في أنغولا والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي في البلاد والمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية. تركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا من خلال مشروع مشترك يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو مستفيدا من التربة الشديدة الخصوبة التي تتميز بها الأراضي الزراعية في أنغولا والظروف المناخية الملائمة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل.